الرئيس السيسي يتوجه إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، والحزب يستهدف تجمعات لجنود بمسيرات انقضاضية. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. علني للأخبار، أهلا بكم. تحية لحضراتكم مشاهدينا. إلى تفاصيل الأنباء، يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 18 و19 من الشهر الجاري، وذلك بناء على دعوة من الرئيس البرازيلي لودا سالفيا. هذا وستناقش القمة الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. ومن المقرر أن يلقي السيد الرئيس كلمة مصر في جلسات القمة، حيث ستتناول جهود مصر للتنمية وتحديات الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيلقي الرئيس السيسي الضوء على الأوضاع الإقليمية وأزمات المنطقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. تعد هذه المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016 واليابانية عام 2019 والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي ودورها المحوري على الصعيد الإقليمي. نواصل متابعتنا على مدار هذه النشرة. افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فعاليات النسخة 28 لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تفقد رئيس الوزراء جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعرض، وكذلك جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما تفقد أيضا جناح الهيئة القومية للبريد، حيث تم استعراض أبرز ما أنجزه البريد في تطبيق آليات التحول الرقمي والشمول المالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كذلك تفقد رئيس الوزراء جناح المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالمعرض، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف من المبادرة تكثيف عمل الجهات الحكومية والجهات الشريكة من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية. هذا وقد استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت استعرض نماذج مشروعات التحول الرقمي. وأشار وزير الاتصالات أن من بين تلك النماذج منصة مصر الرقمية التي قدمت خدمتها لأكثر من 8 ملايين مواطن، فضلا عن خدمة التأمين الصحي الشامل ومنصة تأسيس الشركات ومنظومة التقاضي عن بعد. هنستعرض أمام حضراتكم اليوم نماذج لمشروعات التحول الرقمي، أهمها منصة مصر الرقمية، منصة النهاردة عليها أكثر من 8 مليون مواطن يتلقون خدمات مرقمنة رقمنة كاملة من الألف إلى الياء، أكثر من 7 مليون خدمة في خلال الشهور الثلاث الماضية. هنستعرض أيضا المشروع التأمين الصحي الشامل وكيف تقدم الخدمة لمواطنينا في المحافظات الخمسة التي تطبق فيها على نحو مرقمن رقمنة كاملة، أيضا منصة تأسيس الشركات وتمكين المستثمرين من تأسيس الشركات والتعامل مع الجهات الحكومية من خلال منصة الشركات، ثم منظومة التقاضي عن بعد التي من خلالها يمكن لأطراف التقاضي في المحاكم الاقتصادية أن تباشر جميع مراحل الدعوة منذ رفعها حتى الفصل فيها دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى قاعات المحاكم، مما ييسر طبعا على المستثمرين لا سيما من منهم يقيم خارج مصر. كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أنه تم التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركز إبداع في مختلف المحافظات. وأكد أيضا وزير الاتصالات أن الجيل الثاني من مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف إنشاء الحضانات المتخصصة التي تركز على أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. أرقام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة الأخيرة في الست سنوات الأخيرة، كما قلت لدينا 145,000 متخصص يصدرون خدمات رقمية إلى خارج مصر، منهم 11,000 في تخصصات عالية القيمة كتصميم الدوائر الإلكترونية والنظم المدمجة في السيارات. لدينا 23 مركز إبداع في 19 محافظة، إن شاء الله نستهدف الوصول إلى 32 مركز في المحافظات 27 في مختلف بقاع القطر المصري. في مجال بناء القدرات بدأنا في عام المالي 18-19 ب4000 متدرب، الحمد لله في العام المالي المنصرم 23-24 دربنا قرابة 400,000، يعني زيادة 100 ضعف في 6 سنوات. إن شاء الله هذا العام بنستهدف 500,000 متدرب كما قلت في مختلف القطاعات ومختلف الشرائح العمرية والقطاعات المهنية. في مشروع الرائد حياة كريمة الحمد لله احنا طورنا 1700 مكتب بريد تمثل أكثر من 90% من مستهدفات حياة كريمة بمراحلها الثلاثة. كذلك بنستهدف إن شاء الله وصلات كهرباء وصلات ألياف ضوئية ل 9.3 مليون منزل تخدم أكثر من 50 مليون مواطن. الحمد لله المرحلة الأولى تم أكثر من 80% منها. كذلك بالنسبة لأبراج المحمول انتهينا من أكثر من 85% من أبراج المحمول في كل قرى حياة كريمة بمراحلها الثلاثة، وإن شاء الله في منتصف العام القادم ننتهي منها بالكامل.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موضحا التزام المجلس بهذا الملف من منظور شامل ومتوازن بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر. وشدد رئيس مجلس النواب على أن الفرصة ستتاح لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجارات القديمة. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد بما لا يدع مجالا للشك في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذا سديدا. وبناء على ذلك فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي: أولاً، الاستماع لرأي السادة وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف. ثانياً، الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف. ثالثاً، إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، أطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال سيادة المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة بلا أي ضغوط. رابعاً، الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية. خامساً، إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات
التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف. سادساً، الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي لما يحتويه من إحصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين الإيجار، إيجار الأماكن الاستثنائية. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، كما واصل المجلس مناقشاته من حيث المبدأ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. باسم الشعب أفتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، جاءت موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب. ويأتي مشروع هذا القانون على خلفية ما شهدته وتشهده المنطقة من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، الأمر الذي أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة طلبات اللجوء إلى مصر. ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة، لتقوم بالفصل في طلبات اللجوء وتضم جميع البيانات والمعلومات الخاصة باللاجئين. النواب وعند مناقشة مشروع هذا القانون من حيث المبدأ أثنوا على ما جاء بهذا القانون. أنا بوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ كالتزام وطني عربي قومي تجاه كل إخواننا، وأؤكد أخيرا مصر ليست وطنا بديلا لكل شقيق عربي، ولكن مصر الكبيرة تتحمل مسؤولياتها في مثل هذه الأوقات كمسؤولية الشقيقة الكبرى. هذا القانون في غاية الأهمية،
وأن الدولة كانت حريصة كل الحرص بمؤسساتها على المشروع هذا القانون. ليه؟ لأنه بيعطي اللاجئ حقوق متوازنة كبيرة ليهم. من ضمن الحقوق أن أي لاجئ يجوز في مصر هنا له حق التعليم، حق العمل، حق التقاضي، الرعاية الصحية الكاملة. أيضا بيحافظ على الأمن القومي المصري، أن هناك تكون لجنة لتنظيم شؤون اللاجئين من حيث الأعداد، من حيث الإقامة، من حيث تقديم الخدمات. ده مهم جدا يا فندم، لأن الأعداد في مصر تزايدت بصورة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى مشكلة كبيرة في تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين. احنا ثالث دولة على مستوى العالم في استقبال اللاجئين، فكان لابد للمشرع المصري أن يتدخل في هذا الأمر بشكل قوي، ليضع يعني بنود وتشريعات ومواد قانونية تنظم وجود اللاجئين على الأرض المصرية. وبعد أن وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون وناقش عددا من مواده، شرع في مواصلة مناقشاته من حيث المبدأ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد كما وصفه البعض بالدستور الثاني كونه يتضمن 540 مادة. قانون كبير قوي، 540 مادة، بيمس بقى الحبس الاحتياطي، بيمس كمان المرأة، بيمس الطفل، بيمس ذوي الهمم، بيمس تشابه الأسماء، حماية المرأة مثلا أو حرمة البيوت. هذا ويستمر المجلس في مناقشاته من حيث المبدأ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما يستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون لجوء الأجانب خلال جلسة لاحقة. موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب تأتي بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وذلك في إطار الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر بشأن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين بجنيف، الأمر الذي يعمل كذلك على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لحقوق اللاجئين. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، النيل للأخبار. أهلا بكم من جديد. في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني متعدد الطوابق في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. من جانبها، أعلنت السلطات الصحية بغزة سقوط أكثر من 50 شهيدا في مجزرة بيت لاهيا، 30% منهم من الأطفال. هذا وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جثث ل 26 شهيدا، بينما لا يزال قرابة 59 فلسطينيا على الأقل مفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. كانت مصادر حكومية بغزة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال في القطاع اليوم إلى 96 شهيدا، فضلا عن عشرات من المصابين والمفقودين. وخلال 24 ساعة الماضية، ارتكب جيش الاحتلال 6 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 47 شهيدا و139 مصابا، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا في القطاع المحاصر إلى 43,846 شهيدا و103,740 مصابا منذ 7 من أكتوبر العام الماضي. أكدت جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة أن طواقم الدفاع المدني لا تستطيع العمل في شمال القطاع بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر. وأضافت أن ما يحدث في شمال قطاع غزة هو استمرار لمحاولة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال وإخلاء غزة من سكانها. وأكدت جمعية الإغاثة الطبية أن الاحتلال يتعمد استهداف المنازل المتبقية في شمال القطاع، لا سيما التي تأوي أعداد كبيرة من النازحين. كما شددت الإغاثة الطبية على صعوبة التعامل مع المصابين جراء القصف وعدم وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني تعمل على الأرض، فضلا عن اعتقال الاحتلال أعداد كبيرة من الكوادر الصحية في شمال قطاع غزة مع الاستمرار في حصار المستشفيات.
إلى ذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قرى وبلدات مختلفة بجنوب لبنان، كما شملت الغارات منطقة رأس النبع القريبة من السفارة الفرنسية قرب وسط بيروت، مستهدفة شقة تضم مركز حزب البعث. وقد أسفرت الغارة وفق مصادر أمنية لبنانية عن استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره اشتبكوا من المسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال كمين عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، وأكد الحزب وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال. كما شن حزب الله هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مناطق بشمال إسرائيل. بينما تستمر المواجهات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا تحذيرات إخلاء للسكان في عدة مناطق بالضاحية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق برج البراجنة والحدث والشياح بالإخلاء، كما نشر خريطة للأماكن والأبنية الواجب إخلاؤها في سيناريو بات متكررا خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت الضاحية الجنوبية لسلسلة غارات عنيفة طالت عدة مناطق. ولم تمض ساعة على هذا التحذير حتى بدأ القصف، إذ طالت ثلاث غارات عنيفة الضاحية بداية من منطقة الحدث حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف، كما طالت غارة أخرى منطقة الشياح ما أدى إلى تدمير مبنى مكون من 12 طابقا. كذلك قصفت طائرات الاحتلال منطقة البراجنة. جاء ذلك بعدما شن الطيران الإسرائيلي غارات عدة على جبشيت في قضاء النبطية فضلا عن مرج عيون وبلدة الخيام جنوبا. كما وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان 15 بلدة جنوبية بالإخلاء. يأتي ذلك بعدما شهدت بلدات حدودية جنوب لبنان مواجهات عنيفة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. مصادر إعلامية أفادت بأن اشتباكات عنيفة دارت في بلدة مارون الراس حيث استعمل الطرفان أسلحة ثقيلة، كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت الدخول إلى بلدة الخيام الجنوبية. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تراجعت من بلدة الشمع نحو طير حرفة، لكنها ما زالت تسيطر على طريق زراعي بين البلدتين. في المقابل شن حزب الله هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مناطق في شمال إسرائيل، مؤكدا أنه استهدف قواعد عسكرية في حيفا في شمال إسرائيل وفي جوارها. الجيش الإسرائيلي أعلن أن ما يقارب من 80 مقذوفا أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، كما أشار إلى مقتل جندي إسرائيلي آخر في جنوب لبنان، ما يرفع عدد العسكريين الذين قتلوا في هذه المنطقة خلال معارك مع حزب الله إلى 48 عسكريا منذ 30 من سبتمبر الماضي. وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا من بيروت الكاتبة الصحفية كارولين عكوم. أستاذة كارولين تحياتي، في تقديرك أصداء وتداعيات اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله، وهل هي بالفعل بداية لموجة اغتيالات من جانب جيش الاحتلال الإجرامي مرة أخرى؟ يعني هو الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن عمليات الاغتيال، فهو مستمر في عمليات الاغتيال منذ يعني بدء هذه الحرب، ومنذ بدء اغتيال القادة في قوة الرضوان، ومن ثم أمين عام حزب الله، ومن ثم يعني كل القيادات. من الواضح أن هناك يعني خطة يقوم بها الجيش الإسرائيلي بتصفية القيادات حزب الله. محمد عفيف هو ليس قياديا في حزب الله، بالنهاية هو إعلامي، يعني هو يعمل في جهاز الإعلام التابع لحزب الله وهو ليس عسكريا، وبالتالي ولكن محمد عفيف هو ظهر بشكل أكبر بعد اغتيال أمين عام حزب الله، وبعد يعني بحيث بات هو المتحدث الرسمي باسم حزب الله، ومن هنا كان اغتياله، ليس لأنه قيادي عسكري ولا حتى قيادي سياسي، بالنهاية هو إعلامي، ولكن استهدافه جاء بأنه هو الذي يعني هو الذي تولى إذا صح التعبير التحدث باسم حزب الله، ومن هنا يعني أتى اغتياله. ومن الواضح أن يعني هناك خطة إسرائيلية باغتيال كل هؤلاء الأشخاص الذين يبرزون من قبل حزب الله، إن كان عسكريا وإن كان سياسيا.
أستاذة كارولين، يعني بالتأكيد هناك حالة ترقب من جانب الرد اللبناني على ورقة المقترحات الأمريكية، يعني في تقديرك الأجواء السياسية اللبنانية فيما يتعلق بالمقترحات الأمريكية وما يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بهذا الأمر لوقف الحرب؟ يعني من الواضح اليوم ان هناك سباق بين التصعيد وبين الحل. ما نشهده اليوم في الساعات الماضيه وفي اليومين الاخيرين تصعيد غير مسبوق من جهه اسرائيل. في المقابل هناك ترقب في لبنان طبعا لما ستؤول اليه هذه المفاوضات. من المفترض ان يرد الجانب اللبناني على المسوده التي عرضت عليه او التي قدمت عليه خلال الساعات المقبله، الذي قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك تفاؤل، ولكن هذا التفاؤل يمكن القول أنه حذر بإمكانية التوصل إلى حل. الساعات المقبلة هي ستكون حاسمة في هذا الإطار، ولكن يعني هذا التصعيد قد يعني هنا مفاجئ، هذا التصعيد مفاجئ في هذه المرحلة، وأن كانت إسرائيل يعني دائما تستخدم هذا الأسلوب بأنه صحيح. تحاول الضغط عسكريا لرفع سقف مطالبها قبل أي حل أو في إطار المفاوضات. يعني عندما يكون هناك مفاوضات صحيح. دائما ترفع من سقف. نعم. شكرا نعم. جدا من بيروت نعم. الكاتبة الصحفية كارولين عكوم، شكرا جزيلا. شكرا. واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السعودية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب المشترك السهم الثاقب، حيث تتواصل فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وعدد من القواعد الجوية بمصر. تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف المخططة، وكذا قيام عناصر من قوات المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والاقتحام للأهداف الحيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية مهمة الإغارة على هدف ساحلي بهدف القضاء على العناصر المعادية والسيطرة عليه، فضلا عن تنفيذ القوات المشاركة العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية. ومن المنتظر أن تشهد مراحل التدريب المقبلة تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة لتدريب على إدارة أعمال القتال الجوية لمهاجمة الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية المختلفة. نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري. وقامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون والكوكايين والستروكس والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة. كما تمكنت من ضبط عدد من قطع السلاح وطلقات مختلفة الأعيرة، وأحبطت العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب بعد تنفيذ عدد من المداهمات والدوريات المشتركة. نجحت قوات حرس الحدود كذلك في إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك في ضربات استباقية للمتسللين والمهربين عن طريق تكثيف الدوريات والكمائن على الطرق المؤدية إلى خط الحدود الدولية. تفقد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية والمقام بجراج سينما أمير بمحطة الرمل لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، وذلك بجودة عالية وبأسعار مخفضة. وأكد محافظ الإسكندرية أن السوق يعد الأول من نوعه بالمحافظة لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك. أضم السوق ما يقرب من 20 عارضا لبيع السلع الأساسية. لتوفير احتياجات مواطني محافظة الإسكندرية من المنتجات الزراعية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، قام الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية الذي تم افتتاحه بجراج سينما أمير بمحطة الرمل كأول سوق من نوعه في المحافظة. احنا النهاردة بنحاول نقدم كل السلع المناسبة للمواطن السكندري في مناطق وأحياء مختلفة في اسكندرية. نموذج النهاردة في مكان تاني،
بنقدم فيه السلع كلها اللي تهم المواطن من انواع البروتين، لحوم وفراخ وخضار ولبن وعيش وخضروات وفواكه. بنحاول ان احنا كمان نبقى نكسر في سلسله من حلقات التسعير اللي موجوده من المصادر الرئيسيه سواء من المزارع او من مصادر الانتاج الى ان تصل الى ايد المزارع. السوق يقام من 10 صباحا وحتى 5 مساء بمشاركة 20 عارضا، ويوفر المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك. وبجانب هذه المنتجات يوفر السوق السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات ألبان، إضافة إلى اللحوم والدواجن. هاجي أخذ كل حاجتي مرة واحدة وكل أسبوع، دي أولا. ثانيا إن هيكون أقل من السوق الخارجي. فكرة حلوة ومرتبة والكشاك نظيفة جميلة، يعني أسواق حضرية زي أوروبا بالظبط. أسعار معقولة، أقل من السوق. يعني أنا شايفة في فعلا نسبة بين يعني إحنا شفنا الفراخ لقيناها أقل فعلا من السوق ب 20 جنيه. ونتيجة استحسان المواطنين للسوق وإقبالهم على معروضاته، فإنه من المقرر إقامته أسبوعيا في المكان ذاته، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص. اي فرد او اي مواطن يلاقي مكان كويس يروح يشتري منه الحاجة بتاعته نظيفة ويقدر ومضمونة في نفس الوقت، وبعدين في نفس الوقت السعر اقل من بره. جميل جميل جدا، دي مسألة ناجحة قوي قوي وحلوة قوي، وريت تستمر، ريت يبقى مرتين في الاسبوع حتى. مشهد جميل جميل وسوق حضاري وحاجة جميلة، يعني حاجة ممتازة. الزحمة دي ليه؟ لأن هنا الأسعار مريحة وفي نفس الوقت البضاعة كمان نظيفة ومخدومة. توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية أمر تسعى لتحقيقه الجهات المعنية باتباع آليات مختلفة. سوق اليوم الواحد أحد هذه الآليات التي يتم تعميمها بالمحافظات المختلفة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. وفي ختام هذه الجولة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتوجه إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة 20. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، والحزب يستهدف تجمعات لجنود بمسيرات انقضاضية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.